ما حكم تعليق السور أو بعض الآيات على الجدران كالزينة مثل آية الكرسي أو الأدعية المأثورة أو المعوذات؟ والله هذا ما ينبغي، التلاعب بالقرآن وجعله زخارف وديكورات وتعليقه في المجالس هذا إهانة للقرآن في الحقيقة. وإن كان بعض العلماء كشيخنا ابن باز رحمه الله لا يرى بأسا بهذا، لكن هو قصد حسن، يقول إن هذا يذكر الناس، إن هذا يذكر الناس فيه مصلحة. ونحن نقول وإن كان فيه مصلحة جزئية لكن الضرر أكثر من المصلحة، لما فيه من امتهان القرآن واتخاذ القرآن لوحات يباع ويشرى ويعلق على الطرقات ويصيبه القاذورات ويسقط في الأرض ويداس. ينبغي أن القرآن يصح، القرآن يحفظ في الصدور ويكتب في المصاحف ويحتفظ به ولا يكتب على هذه الطرق التي يعتريها ما يعتريها. نعم، كم رأينا من لوحة ساقطة وتداس عليها أو تقع عليها الطيور وتلقي عليها القاذورات، فيصان القرآن عن مثلها ويتراكم عليها الغبار والأتربة، هذا إهانة للقرآن الكريم في الحقيقة. وهم قصدهم الزينة والزخارف فقط، هم قصدهم التذكير إلا ما شاء الله، ما نقول كلهم، بعضهم قصده التذكير، لكن التذكير هذه مصلحة جزئية ترتب عليها مضار كثيرة نحو القرآن الكريم. فنحن لا ننصح بتعليق القرآن. أما في المساجد هذا ممنوع عند الجميع، لأنه يعني يشغل المصلين، يشغل المصلين الكتابة سواء القرآن أو غيره في المساجد، والزخرفات في المساجد ممنوعة. نعم.